بعد هذا التقرير لمهران قاسم نتحدث الآن عن مهرجان ضي دبي الفني اللي استضافته مدينة إكسبو دبي النسخة الأولى منه في ساحة الوصل بلازا. صحيح عبد الله، هذا المهرجان انطلق يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وسيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية بالإضافة إلى ورش العمل وحلقات النقاش الفنية لتمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها. ويسلط المهرجان الضوء على مفاهيم الثقافة والتقاليد الأصيلة إلى جانب تعزيز أواصر التواصل الإنساني وحب الاستكشاف. نعم، للحديث أكثر حول مهرجان ضي دبي تنضم إلينا في استديو دبي هذا الصباح ريم الغيث، الفنانة البصرية والمديرة الإبداعية ورائدة الأعمال في مجال التصميم. أهلا فيك ويانا. أهلا بك، يا مرحبا، صباح الخير. يا أهلين. أهلين وسهلين. حياكم الله. في بداية حوارنا خبرينا عن مشاركتك في هذا المهرجان وطبيعة المشاركة بشكل عام. الله يسلمك، احنا مشاركتنا تثري الفن الإماراتي. نعم. على المشهد العالمي، فكان اختيار 7 فنانين رواد في مجالهم من كذا فئة عمرية اللي أثروا عالميا وبرزوا الفن الإماراتي. نعم. فتواصلوا مع ويانا الإدارة الإبداعية لمدينة إكسبو وطلبوا منا أعمال ممكن تبرز الثقافة الإماراتية. وهذا الشيء شجعنا جدا كفنانين أن نحن عندنا اليوم مشهد ممتاز وجميل نقدر فيه نبرز فننا على منظور عالمي، ولكن في مساحة أكبر من الواقع. نعم. وهي مساحة خارجية، مساحة ضوئية، مساحة ممكن أنك أنت تأخذ فيها أفكار وتطلع الأفكارك اللي موجودة على شكل أكبر. استخدام الضوء كان جدا مميز في هذا العمل، استخدام الموقع نفسه اللي هو موقع إكسبو اللي هو مميز، ممكن يكون أحلى مكان أنا عرضت فيه عملي عالميا، كون مشاركاتي كانت عالمية، أن اليوم عندنا مكان شارات إكسبو أكبر قبة عالمية بأكبر شاشة ضوئية. نعم. الفنان يسعد أن يكون موجود فيها. نعم. فكان هذا حقنا يعني شهادة باختيارنا وتواجدنا اللي نحن نمثل دولة الإمارات وناخذ الراية ونعطي العالم شغلنا ونبرز لهم. جميل جميل يا ريم. طيب العمل الفني اللي مشاركة فيه أنت في اليوم في مهرجان ضي. نعم. دبي، حدثينا عنه أكثر، وشو هي المواضيع اللي يعني ركزتي عليها في هذا العمل الفني، ومن أين تم استلهام العناصر كذلك؟ نعم، أنا الأعمال الفنية كلها من ناحية الدراسة اللي تخصصت فيها كان هدفي دائما إبراز التراث الإماراتي والهوية الإماراتية عالميا. فمن بديت تخصصي في جامعة الأمريكية في الشارجة كنت أبحث دائما عن الأشياء اللي تمثل بلادنا، تمثل دولتنا، أباها أبرزها للعالم. جميل. فبديت هذا المشروع في الجامعة في سنة 2007، كان مشروع تخرج توثيق الزخارف الإماراتية، وكانت البيبان هي الرمز اللي أنا أخذت منها هاي الزخارف. الزخارف مميزة جدا، البيوت قبل الله يسلمك بيبانها كان عليهن زخارف ترمز لكل التراث الإماراتي. فبعض البيوت عليها المداخن، بعض البيوت عليها الدلة، بعض البيوت عليها الصقر، وهذا الشيء أثر فيه. يوم شفتهن قلت لا، أحيانا نحن لازم نوثقهن وبي اليوم اللي أنا ببرزهن فيهن. جميل. فخذيت هذا التوثيق، وسبحان الله سنة 2009 يعني اتصال من برج خليفة وطلبوا مني أقدم العمل في الدور 67، يكون هناك عمل فني يرمز لدبي. فجت الفكرة هاي على طول، قلت أنا عندي هاي الأبواب وأنا بقدمها للساكن الجديد اللي بيكون في أطول برج في العالم، وهو أطول فريج ممكن نقول إحنا. صحيح. في العالم. صحيح. أباهم يفتحون البيبان ويشوفون بيباننا، يشوفون فرجاننا، أباهم يحسون أنهم عايشين في دبي. خذينا هاي الفكرة، وسبحان الله يا الوقت حين عقب ممكن أقول كم حين 15 سنة. نعم. ويا ضي دبي، وهذا الاسم نفسه كم يسوى، ضي دبي يعني مشروع جدا مبهر. قالوا لنا طلعوا لنا شيء يمثل المهرجان، قلت لهم روح الضي، الروح، والروح وين؟ في البيوت اللي كانن العوائل اللي سكنتهن، والبيوت والزخارف اللي موجودة. وبعدين عطونا المكان ان نحن ممكن نبدع فيه، عندنا الساحه كبيره، عندنا شاشات، عندنا طول. انا ما بكون متقيد بجاليري ولا متقيد بمتحف، يعني انا ما اقدر يعني هي ادوات جدا مفتوحه وجميله جدا للفنان.
فتشجعنا وأنا منهم يعني، كنت وايد فرحانة بهالاختيار. قدمت البيبان على كبر يعني 6 متر و5 متر و4 متر، وكونت عمل سميناه دراويزنا، والدراويزنا هي معناتها أبوابنا اللي كانت باللهجة المحلية. نعم باللهجة الإماراتية عشان نوصل بعد الكلمة هاي للعالم. وحطيت كل الزخارف اللي أنا خذيتها من التصوير التوثيقي هذا وبرزناه بالإضاءة وبرزناه على الأبواب، وخذنا إيحاء أقواس ساحة الوصل. ومنها بدينا القصة هذه، قصة الأبواب اللي راح تشوفونها إن شاء الله في ضي دبي. جميل جدا. جميل جدا. إنزين الحين الفن بالأضواء يختلف عن الفن الرسم التقليدي. نعم. شو الفرق بينهم وشو أضاف لك هذا الفن الجديد؟ الله يسلمك. الفن متشعب يعني، في كل زاوية منه أنت مقدر تستلهم أفكارك. صحيح. لكن الاستلهام من الضوء أكبر يعني شيء ممكن الواحد يشوفه ويفرح به. الضوء يعيد الحياة للقطعة الفنية. القطعة الفنية ممكن تكون عندك إياها من 20 سنة 30 سنة. صحيح. لكن يوم تحط فيها الضوء تقدر تبرزها على مدى أكبر، تعطيها حياة من أول جديد. صحيح. العمل الفني دائما يحتاج حياة، وبدون الضوء العمل الفني ما بيكون له وجوده. فضي دبي رسالته، مكانته، توجهه جدا ممتازه لانك ترثي المشهد الثقافي، تعطي حياه للفنانين واعمالهم ان تعيش تتخلد اكثر واكثر. فالضوء يلعب دور جميل جدا في الفن. طيب ريم، يعني هل هناك عناصر معينه من الثقافه الاماراتيه دائما تستلهمين منها أعمالك الفنية؟ يعني شو اللي بيجذبك أكثر شيء أنت كفنانة يعني، ونظرتك الفنية هذه؟ الله يسلمك. أنا ربيت في بيئة يعني من وعيت وأنا أسمع قصص دبي، أسمع قصص الأوليين، أسمع قصص يدودي، أسمع قصص أمهاتنا يداتنا، وكيف دبي استوت يعني. هاي روحها عندي أنا يعني متأثرة فيه ومتخلدة فيه لوحدة. هذه قصة إلهام. نعم هاي هي أصلا قصتي أنا كريم الغيث، بدونها أنا ما كنت بكون موجودة. وبغيت أني أوصل هاي القصة في أعمالي الفنية وحتى في المجالات الإبداعية وإدارة المشاريع اللي بعد دخلت فيهن، أني دوم أبرز الهوية الإماراتية وقصصنا الجميلة جدا. فعندك قصص البحار، قصص البيوت، قصص الأوليين، هاي كلها فيها نماذج ورموز جدا جميلة للفن، ما احنا نحتاج نبرزها عالميا. فأنا كريم هذا هو شغلي، هذا هو توجهي أساسا. بديت هذا المجال وأبا أكمل في المجال، أبرز هاي السمة اللي احنا عنا، القصص اللي موجودة اللي متخلدة فينا. وحابة تشوفي في هذا المجال يعني شو طموحي كريم؟ أنا الله يسلمك طموحي طموح دبي. أنا مع دبي طموحها منها ومنها ونحن منها وفيها. فطموح دبي هو طموحي من الأساس. أنا تأسست في دبي وبديت في دبي وإن شاء الله مكملة مع دبي. جميل. شفت أنا في الموقع موقعت شفت. نعم. حتى أنت محافظة على التصاميم التراثية. نعم. حتى المعلبات. نعم. القديمة. نعم. وبضعتيها في في. نعم. الموقع. يعني خبرينا ليش بعد يعني متمسكة بهذا. هاي الله يسلمك بدت من الجامعة يوم كان عنا الله يسلمهم الأساتذة المميزين اللي درسونا كلهم كانوا الأجانب موجودين، كانوا يسألونا أنتوا شو يميزكم كإماراتيين. وأنا أتكلم في سنة 2003 يوم أول ما دخلت الجامعة. نعم. في الجامعة الأمريكية في الشارجة. فأنا على طول عرفت، قلت لا نحن مميزين، عنا وايد أشياء، عنا معلبات، عنا زخارف، عنا قصص، عنا نقوش. هاي الأشياء كلها ليش لازم أسير أدور لي في الفن الفرنسي أو الإيطالي أو الإسباني؟ إحنا عنا فن اللي هو فن الإمارات بس وينه ما أعرف، لازم أدوره. فهاك الوقت جميل. نحن كنا نجمع يعني كان عنا مشاريع وايد في الجامعة أن نجمع هاي المواد ونبدأ نكون منها مثل ما يقولون موسوعة، أو نكون منها كتيب. نعم. أو نكون منها يعني مثل مرجع. ومنها انطلقت. نعم. نعم. ومنها انطلقت وحبيت أحافظ عليها وأكمل فيها. نعم. يعني جميل جدا هذا الشغف اللي عندك في. نعم. إبراز التراث والثقافة الإماراتية أصلا. نعم. هي غنية بالعناصر. نعم. الفنية. فشكرا على جهودك يا ريم، ونشكر وجودك معنا. إذن السيدة ريم الغيث الفنانة. نعم. البصرية والمديرة الإبداعية ورائدة الأعمال في جمال التصميم. شكرا جزيلا. شكرا. يا هلا. يا مرحبا.